اهلا بيكي. ممكن اكلم فضيلة الشيخ؟ اتفضلي. مع حضرتك، اتفضلي. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معايا فضيلة الشيخ. قولي سؤالك على طول. انا حضرتك، انا عايشة في بيت عيلة بس مش قريبة منهم قوي، بس بنزل لهم كل يوم. تمام، انا متجوزة بقالي سنة، فانا بتضايق جدا جدا عشان خاطر جوزي. جوزي طيب جدا وحساس جدا، فانا بزعل عليه من اقل حاجه. فببقى خايفه ان طول الوقت ما بيتقال له كلمه انا بزعل اكتر ما هو ما بيزعل. وفي نفس الوقت ببقى عايزه اقول له دوت، وفي نفس الوقت ببقى مش عايزه اقول عشان خاطر ما هو ما يشيلش منهم وانا ما اظهرش وحشه. انا ببقى خايفه على مشاعره جدا. هو حد بيزعله في البيت يعني؟ هو ممكن حد من اخواته او اهله يقولوا له حاجة تضايقه، هم ضاغطين عليه. عنك يعني ولا عن حد تاني؟ عنه هو حاجة بينهم وبين بعض ملهاش علاقة بيكي؟ لا، هي ملهاش علاقة بيا. طيب ماشي. تمام؟ فأنا ببقى زعلانة أوي هو عليه. بيطلع يحكي لك؟ هو مش بيطلع يحكي لي طول الوقت، يعني ممكن يحكي لي بعدها بكام يوم أو يحصل موقف قدامي. طيب فأنا ماشي بزعل عشانه أوي. ماشي، ايه السؤال بقى؟ السؤال، يعني انا دلوقتي انا هبقى شايله ذنب لما احاول ان انا اواسيه او كده، او ان انا اقول له اي حاجه، يعني مثلا بيحصل موقف او حاجه انا ببقى عارفاه، بحاول اوصل له ان انا بخاف اشيل الذنب ان هو يشيل من على بسبب ايه. لا يعني انت بتواسيه ازاي؟ يعني بتقولي له ما تكلمهمش لا يعني لا امال؟ لا، انا بقول، لا، ما بقول ما تكلمهمش ولا اي حاجه. انا بقول له حتى لو هما ضاغطين عليك، معلش ضغط الحياه والبيت طيب وكده، بس في نفس الوقت انا ببقى زعلانه عشانه كده، انا ببقى شايله ذنب. لا خلاص انا فهمت كلامه. طيب ماشي، اوكي، شكرا. اسراء، ترد على اسراء تقول لها ايه؟ هي إسراء بين سطور سؤالها كلام، هل يجوز في هذه الحالة مقاطعة الأهل عشان ما هو ما يتعبش ولا لا؟ خليني أنا راجل سيء الظن وفهمت من بين سطور كلامي هذا، وهي لم تقل هذا يعني. فإن كان ده قصدك يا إسراء فلا، ما تعمليش الحكاية دي. يعني ما تفكريش ان احنا عشان هم بيقولوا له كلام كذا، واي حاجه بقى بينه وبين اخواته وامه وابوه بتاع ما تشغليش بالك، انت وسيه زي ما انت وتؤجري على ذلك ومعلش وكده. اما المواقف لا تحكيها، يعني انت لو شفتي موقف ما معين من اخته او من امه او من ابوه او بتاع وده هيزعله او مش هيزعله، بلاش تحكيه، يعني اطلعي انت من القصه دي خالص عشان تبقى الحياه جميله والدنيا كويسه. انت يبدو انك لسه صغيره ولسه متجوزين بقالكوا سنه، فلسه الحياه قدامكوا. طيب هي كتير. بتزعل، هو ممكن يكون بيحكي 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 فتتشحن من ناحيتهم، فممكن بقى الشحنة دي تترجم لبصة مش كويسة، لمعاملة مش لطيفة، لأنها مقيرة منهم عشان خاطر جوزها. كل الكلام ده مردوده ايه؟ هو او لا شك ان احنا بشر، يعني انا لو عرفت معلومه مثلا حد بيعاملني معامله مش اكيد هبص بقى، طبعا انا اكيد كده، فدي لا حرج فيها، يعني مسائل خفيفه كده لا حرج فيها، بس الافضل ان الانسان يعني ايه يطهر قلبه من هذه الاثام بالاستغفار والذكر، بتزول كل الامور دي كلها.